خاصك عكاش، خاصك تكوني كيما كنقولوا، ما تكونيش درويش حيت غياكلوك. انايا بحال شديتيني وصرفقتيني، قلتي لي راه هنايا فين كاينه حياتك، وهنا فين كاينه الحقيقه، وهنا فين غتعيشي، يعني بحال هذه هي داركم. بلاتي 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 بلاتي، بقى معايا بقى معايا. اشنو اللي خلاك تغيبي؟ كتشبه ليك. انا يا ماما تيقت واش بنضادر بكلشي؟ لا ما كنتش دايره ديك الساعه نضادر، انا نضادرت درت ما تلهنا لهنا فوتوكوبي ديالي شفتها وانا نطيح ما هضرش ما والو، شفتها طاحت غير. وهي اللي قتلت؟ هي اللي قتلت، شدوها في اكادير. انا غيبت 15. كيفاش تبان ليهم الخيوط؟ كيفاش تبعوا الخيوط؟ واحد قاضي التحقيق اللي قال لهم هاد الدريه خليهم يلفجاز، انا مأكد من الدريه ما دايره والو. ولي قلت لك الله يرحم ليه الوالدين، واش باش ملي وقفات حدايا راديو مقسوم على جوج. خديتي البراءه؟ خديت البراءه ديالي. ملف باقي فيه التشويق، خدات البراءه يا ريت وهي تمشي وهي تخرج لعالم الاجرام. تبعوا معايا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. اليوم غادي نتناول الموضوع مع راضيه اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. راضية كنت تناولت معها الموضوع ديالها ملي كانت شادة حق الله لابسة البيض، كانت كتعيش في كهف. مشاهدينا الكرام، عدد كبير من المغاربة في مجموعة من المنابر تبعوا القصة ديال راضية، راضية الملقبة بطيزن. مشاهدينا الكرام، الفيديو اللي تناولت معها حوالي سنتين، لابسة شادة حق الله كتعيش في كهف، توفى لها الزوج ما عندهاش وليدات، دازت مدة طويلة، والله العظيم إلى أصعب ملف هو اللي غندوز الآن، وتصدمت فيه بشكل كبير. راضية ربطت بيا الاتصال، قالت لي أنا عاودت لك يوسف ملي مات لي الراجل وكنعيش في كهف في هاد الحدود، ولكن الأسرار ديالي إلا سمعتهم غتصدم. ملي سمعتهم تصدمت والله العظيم، وتانتوما عندي اليقين أنكم غتصدموا معايا، أنا غنعطيكم نبدة. راضية كانت كدير رياضة، وغادي تشرحها لينا. وكانت غتمشي لفرنسا في مسابقة كبيرة، غادي بطبيعة الحال تشرف المغرب، كيديوها رجال الأمن متابعة في جريمة قتل. شافوا معايا اش غيوقع، نعطيكم الأخير. راضية كانت دازت معايا ما عندهاش وليدات، عندها جوج ديال البنات عمرها ما شافتهم حياتها كاملة. أصعب فيديو شوفوا معايا. راضية أنا بديت معاها وكتبكي لأنه صادم. غادي تساعديني راضية، وكنشكرك انك بغيتي تنوري الرأي العام بالحقيقة شكون هي راضية. غادي تعاودي ليا ملي تزدتي، غادي نبسطو مع الناس. تفضلي. السلام خويا يوسف، انا راضية، كل اي واحد كيعرفني راضية. درية كانت كتريني، كانت في دارهم، كانت بخير، كانت عندي مباراة الاخرى، حنا ثلاثة دريات تقبلنا في لاصال غنمشيو لفرنسا. واش من رياضة هادي؟ انا كندير الايروبيك والحديد. تقبلت، غنمشيو فرحانين، كلشي هبط بحال شي دريه صغيره، كنقولها الولاد دربناه وبنات دربنا، كلشي فرحانين معايا، والله يسهل عليك غنشرف بلادي وغنشرف المغرب وغنشرف دارنا كلشي خليته فرحان. هبطت بحال الدريات، كنقولها الولاد دربناه، وهادي كنقول لهم انا راه غنمشي ودعيو معايا. وهادي ما عليناش، حتى كنتفاجئ داخلين البوليس، قالوا لي وسميتك راضية، قلت لهم قالوا لي تمشي معنا. ما كنت صحاب راسي واش غير شي ورقه ولا شي حاجه، انا حيت ما عارفاش. ملي مشيت معاهم دخلت بحال الكوميساري، لقيت جوج دريات باركين ودري، وهي تشوفني وهي تقول لي هي هادي، والاخر حتى هو قال لي هي هادي، بثلاثه قالوا هي هادي، وانا نقول لي شاف، انا راه ما فهمت حتى شي حاجه شنو هو. ويقول لي اخشي والله يدير لك شي تاويل ديال الخير بحال هكا. قلت له كيفاش الله يدير لي شي تاويل، انا ما فاهم. صافي داوني لواحد البيرو كيعمر ليا واحد خير، كنقول لي خويا انا راه فاهمه والو، قول لي اشناهو باش نعيط لدارنا ولا درنا كلهم متابعيني. قال لي اخشي ما عندي ما نقول لك، انا شي يجي اللي خيعمر لك ويقول لك. كنقول له خويا انا راه ما دايره حتى شي حاجه، قول لي واش مضاربه واش هادي. هو يقول لي اخشي تليه وتفهمي. صافي هذيك اخويا بقى يشبارك بحال هكا، جا ويعمر ليا ويديوني داوني مشيت بعدا، كنداوني للقاضي التحقيق، قال لي اصلاحيه،
قال لي حتى الغدا بحال مشيت اليوم وغدا عاد غنرجع عندك غادي التحقيق. شحال عندك من عام ديك الساعة؟ عندي 14 عام. عندي 14 عام داولي قال لي راه الغدا وترجعي. انا ما فهمت حتى شي حاجة. درت شي وحدة ماتت. شي وحدة ماتت قتلاتها شي وحدة كتشبه لي انايا. كتشبه لي انا بلي قد غادي تضحك تنقول لي انا راه ما دايره والو كنقول لي كيفاش قتل انا راه ما فاهمه والو كيقول لي يا بنتي انا ما عندي ما ندير لك كيدخلوا هادو كيقولوا لهم هي صافي ويعمر لي ويقول لي قال لي قال لي ميم عتي قال وانا نخرج عند واحد الدري وانا نقول لي خويا شنو ميم هو يقول لي عتي قال قلت لي كيفاش عتي قال قال لي خسر غتمشي للاصلاحيه قلت لي وانا راه ما دايره والو كيفاش غتمشي للاصلاحيه هو يقول لي وانا نقول لي الله يرحم لك الوالدين قرا لي الدوسي شنو هو فيه هو يقول لي القتل صافي هو يرقد عليا لساني رقد عليا لساني الدولة الاصلاحيه كيديوني كنبرك ربع شهور صافي مشات لي حياتي مشات لي داك الشيء اللي كله كنمشي ربع شهور كياجلوا لي بربع شهور بشهرين بربع شهور كنجي كنمشي صافي شكون اللي كان كيدافع عليك ديك الساعه والديك تابع عليك لا صافي ما كان عندك لا محامي لا كان له المحامي ديالهم ديال المحكمه دوك المتطوعين تيقول لهم واحد السيد الله يرحم ليه الوالدين كيقول لهم شو الدريه والله ما دايره كنقول لهم دابا انا حياتي مشات بحال هكاك صافي وليت بحال المسطيش داتني لي السيريه بديت بلحم في الاصلاحيه بديت بلحمي هو الاول بديت كنضرب صافي حيت ما عرفت راسي كلشي مشى ليا خويا بديت كنضرب في لحمي والاول حتى قدت شو كامل ضربت 17 عام في الاصلاحيه نتاوني العكاشه عكاشه كملت بها 5 سنين غنوريك عكاشه ثاني والعذاب ديال العكاشه صافي وليت حيت وليت بحال مسطي والاصلاحيه ماشي هي عكاشه دابا انا ملي داوني العكاشه يعني داك الشيء اللي في اصلاحيه ماشي هو ديال عكاشه خاصك عكاشه خاصك تكوني كما كنقولوا ما تكونيش درويش حيت غياكلوك انايا بحال شديتيني وصرفقتيني قلتي لي راه هنايا فين كاينه حياتك وهنا فين كاينه الحقيقه وهنا فين غتعيشي يعني بحال هذه هي داركم توقدي راضي ملي خويا دخلت بدوك لي فايو في وحده وهي تقول لي شوفي قالت لي داك الشيء اللي كديري في اصلاحيه راه ما غديريش هنايا قلت لها اختي انا راه ما درتش والو اصلا المهم بداو كيخسروا معايا في الهضره وانا نضارب مع وحده يعني خاصني نضارب مع وحده باش ندير بلاصتي انا جاي اصلا ظلم وظالمني الوقت وظالمني المخزن وغنظلمي هادشي انا شديت نضاربش معاها صافي وانا ضربت رجليا ضربت رجليا وهي تجي المديره وهي تقول لي انت اول نهار عندك في عكاشه ضربتي رجلك قالت لي مالك بنتي على هاد الحاله وهي قرات الدوسي ديالي هي تقول لي شوف بنتي الا كنتي مظلوم راه ربي غيدير لك تاويل ديال الخير وغتخرجي قلت لها والله ما عارفه حتى الدريه انا ما تنعرفهاش قلت لها انا هزيتوني الدريه مالي او رجعتوني بجريمه واحد ما تقبلني صافي هي تقول لي مديوها للسبيطار تخيط ما يدوني مبغاش تخيط لي برجلي واحد الطبيبه كدير بلا والو مبغاش تخيط لها لحمي وهي تعمر عليا غير بواحد الغبره ويدي ليا فاسمه قالت لها انا قالت لها خيط تعيط ما عمرنيش اصي كاني غلط ضربه الضربه وهي تحل ما بقاتش بغات تخيط لها كاع صافي وهي ملي جابوني وما يطلعوني لواحد السجون نفس الطريقه ثاني ما خلاونيش ما خلاوناش نشد بلاصه قالوا لي تنسي في الارض ضاربش معاهم ثاني قلت لهم يا نعيشوا كاملين يا نخرجوا كاملين من هذيك البلاصه حيت صافي ويتنقز واحد المره وهي تقول لها شوفي قالت لها هبطي من هذيك البلاصه وعطيها لها بلا مشاكل بلا صداع راه هذه راه ما غاتفهمش معاكم قلت لهم شوفوا راه غنبقى نضرب في لحمي ولا غنغسل شي وحده ونبقى هنايا حيت ما بقى عندي اخو صافي حيت كاع البيبان تسدوا في وجهي صافي هذيك بقايش باركات صافي تصاوبوا لي بلاصه وفهمتي بديك الضرب اللي ضربت لحمي بحال صافي كلشي دا عطاني تشيقار ولو كيعطوني الدواء ديال العصب باش نشربو ملي كنت كنشرب الفيتامين ديال لوطريبو وليت كنشرب الدواء ديال العصب وليت كنشرب السطا يطبو باش نعس ما كنعس دارنا حتى شي واحد ما بغى يجي عندي كيصحابوني بصح ديره انا راه ما دايره والو واحد النهار عيطت لسعودية المديرة قالت لي عطيني دابا راه شمك عيطت لها قدامي هي تقول انا ما عنديش بنت سميتها راضية
قالت لها راه من الهلب لبها تقبلها، انا راه اللي دايره باي اللي كاينه صافي. من تما داك هو الشيء صال الاخر، عمرهم زاروك؟ ما عمرهم جاو عندي صافي، بقيت بحال هكا صافي. عاد زدت حقدت على راسي خويا، وليت كنضرب لحبي، وليت كنكبي، ما كنت كنكبي لا والو، ما كنتش كنعرف شنو هي البليه، وما كنريحش مع صحاب البليه. قال لي فلا كان شي واحد غادي يتريني ولا غادي يلعب شي ماتش ولا شي حاجه، كتلقاني وسط منه صافي. دوز طلعت في 5 سنين، في خمس سنين طلعت، عيطوا عليا المحكمة، قال دز في المحكمة أجلني 15 يوم، بقى ما كملش 5 سنين، دوزني 15 يوم، قال لي الملف جاهز غيحكموا عليا بهاديك 15 يوم صافي غنسمع الحكم ديالي. هي ديك جيت رجعت، هما قال لي شي كيقول لي غيعطيوك 30 عام، شي كيقول لي غيعطيوك المؤبد، شي كيقول لي فهمتي، دخلوا معايا البطارق وانا فهادشي كامل ما دايره حتى شي، كولا كديره ما غيبقاش فيا الحال. انا كنشوف حياتي مشاش، والدي ما تقبلوليش ولا والو، ما دايرهاش يعني، لا ظلمني المخزن، ما تظلمونيش نشوفه فهمتي صافي. هذيك اخويا داز 15 يوم شو ربي ملي كيبغي بيا، هما قالوا لي شوفي الا عندك شي زهر شدوا هذيك الدريه اللي قتلهاش غاتمشي للمحكمة. قلت لهم سيروا صافي دابا اللي عطى الله عطاش. كتضحك اللي قالها لك؟ قال لي واحد الموظف، قال لي شوفي راه جات واحد الورقه راه واقيلا شدوا الدريه اللي قتلت. قلت لي خويا الله يرحم لك الوالدين هادشي اللي فيا يكفيني صافي، انا راضيه دارنا بحال. قلت لي وهادي هي عائلتي صافي. هذيك اخويا وي يقول لي راه غتمشي للمحكمة غدا مع 6 الصباح فيقي، حيت هما كيبغيو يدوك المحكمة خاص يلاه بنات كيفيقوا مع 6 الصباح، يلاه تغسلي يلاه تفطري، كيدخلوا المدة فاش كيديوك. ملي مشيت المحكمة حق الله خويا غادا يا غادا معايا بزي جوج زيزوارات، قلت يا تحكمش غنلقط راسي تما، حيت كتسمع ما دايرهش غتاخذي 30 عام شدو حق الله غادا معايا بجوج زيزوارات، كنقول لي حكم عليا غنقطع شعر ونموت، انا ما غنتقبلهاش وما دايره والو. ملي طلعت للقاعه ما يقولوا لها عيطوا على ما بقيتش عاقل على سميتها، درت فيها بحال هكا وانا نغيب بحال شديت راديو ووقف شي وحده اخرى حدايا هزوني. ايه رجعت عليا رقد عليا لساني وواج لي فمي 15 يوم وانا لاعزه في السبيطار، كنقول ما يمكنش كنغوت صافي. هو عواج ليا فمي 15 يوم، عاد جاتني الورقه ديال البراءه. بلاتي 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 بلاتي، بقى معايا بقى معايا، اشنو اللي خلاك تغيبي؟ كتشبه ليك. انا يا ما تيقتش واش بنضادر بكلشي؟ لا ما كنتش دايره ديك الساعه نضادر، انا نضادرت درت ما تلينا لينا فوتوكوبي ديالي شفتها وانا نطيح ما هضرش ما والو، شفتها طاحت غير. وهي اللي قتلت؟ هي اللي قتلت، شدوها في اكادير. دابا كدير اش غندير لها؟ انا غيبت 15. كيفاش تبان لهم الخيوط؟ كيفاش تبعوا الخيوط؟ واحد قاضي التحقيق اللي قال لهم هاد الدريه خليهم الفجاز، انا مأكد من الدريه ما دايره والو. هو اللي قلت لك الله يرحم ليه الوالدين، واش باش ملي وقفات حدايا راديو مقسوم على جوج. خديتي البراءه؟ خديت البراءه ديالي. مشاهدينا الكرام، انا قلت لكم ملف باقي فيه التشويق، خدت البراءه ويا تمشي ويا تخرج لعالم الاجرام. تبعوا معايا يا ريت اخويا. وعاودي لي دابا، عاودي لي اختي، عاودي لي ملي خرجتي. خرجت ما قدرتيش تاقلمي مع المجتمع؟ خرجت بعدا لقيت مي وبا وكلشي حدا العوكه حدا باب عكاشه. يا ريت اخويا ما خديتهاش، خرجت والجيران وكلشي وكيقولوا لي انت بنتي براء، كيقول لهم شوفوا انا بنتي براء ولكن ما عنديش بنتي اللي غنمشي توسط غتبرك حدا وسط خوتها وهادي وهي مدوزه الحبس. قال لي شوفي بنتي قلبي على راسك، كنقول لي با انا ما عنديش فين نمشي، وانت عارف لي انا ما عنديش مع الزرقاء. قال لي ما عندي ما ندير لك واش بدي الفلوس. قلت لي انا ما بغاش الفلوس، انا بغى دارنا. انا ما الا ظلموني وما تتغض ظلم لي وتكيت لي على رجلي، هو يقول لي انا ما عندي ندير بك. قلت لي با حكمتي عليا بالاعدام، كره بقيتو حكموا عليا بالاعدام وما تحكمش عليا بهذا الحكم صافي. يزطروا بنتهم ويقول جيرة، قال جيرة انا كامل، قال لي ملي جاب راضي عندو غنخسر معاه وبا كلشي كيخاف منه وتا واحد ما قدر. كيقولوا ليه واحد الايمة ديال الجامع كيقول ليه حشومة عليك، قال لي حكمتي على وهي دار ليا في راس خرج. قال لي انا بعدي بلدي لا، انا ناقص واحد ناقص مشكل، انا بنتي ماتت شحال هادي واللي غيجبد ليا بنتي غنتحك انا وياه صافي. وانا نخرج
عيطت على واحد دريكتي هويا، قلت له الله يرحملك الوالد، رجع عديه لبابا وكاجا، رجع عديه. هذيك هي مصير، هذيك هي مصير الشارع ومصير الحياة ديال الشارع خويا. يعني خاصني نعيش في الشارع، خاصني نكون ديبة باش ما ياكلونيش الدياب. خرج من داك النهار يعني راه ما عنديش فين باش. يعني اي واحد غادي يتلقى لك غيديك على غرضه، انا داك الشيء ما بغيتوش. خرجت اخويا، خرجت للكريساج وخرجت للقرقوبي وخرجت للاجرام اللي ما تتخايلوش، بحال خرجت حاقد على عباد الله. خرجت لي المكراش اللي شديت وراسه مقطعوا لي على داك الشيء اللي طرا ليا. خرجت حيت ما رحمني حتى شي واحد. خرجت تصور بحال خارجه شي وحده دايره قاتله ودايره صافي. خرجت اخويا، خرجت وليت مدمنه بالفانيت، وليت مدمنه بالغبره، وليت اللي طلعت معاه كديني ديالو، اللي طلعت معاه كديني ديالو، واللي طلعت معاه كديني ديالو. حتى وليت شي كنضرب كنبون بشهرين، كنرجع لعكاشه كنبون بثلاث شهور، كنخرج نفس الاجرام نفس الفانيت نفس. تخيل اخويا كيشوفوني كنضرب في لحمي، حتى شي واحد ما كيجي كيحيد لي الزيزوار. تا واحد كنبقى نقدد في لحمي، تا انا كنسخف، تا شي واحد باش يك مغلى غير شتي لحمي غتزيد تبكي. هنا اللي فهمت انا، 5 سنين خديتي البراءه، ولكن 15 عام اخرى دوزتي كلها حبس. يا هادي اجرام، غادي تعاودي ليا على ملي ولدتي الولاد وما كيعرفهم حتى واحد. هذا هو السر اللي غيسمعوه المغاربه اول مره. كيفاش ولدتي دوك الولاد؟ عندك جوج؟ عندي جوج بنيات شويميات. خرج للشارع كما كنقولوا، وانت عارف طريق الشارع، عرف شي واحد خاينه تصاحبت معاه، قلت اللهم دل الواحد ولا دل العشرين. كان قريسي انا وياه. حملت دبرت على المونتيف، مشيت للحبس. انا ما كنصحابش راسي حامل، مشيت للحبس. عطاوني 3 سنين ديال الحبس، 3 سنين صافي. حملت بنت كرشي هادي، عرفت راسي حامل، ولدت في عكاش. داوني لدار الام، كيوصل لواحد لاش خاصهم يخرجوا، ما خاصهمش يبقاو معاك. من عطيتيهم؟ طايش من امي، تنازل بانني انا غيشدهم، ولكن بالتنازل. معمرني ندور بهم، ومعمرني نشوفهم، وندير لشي زعما. الا عمرني وصلت حدا دارنا نمشي للحبس. وكيفاش الام والاب ديالك ما تقبلوكش وانت تقبلوهم؟ كيفاش هي ما تدخلش عندنا ولا بالناس وبهادي وبالطليب وبالرغيم؟ قال لا نشد لها بلاش، ولكن هي ماشي بنتي. ودرت لشي زعما، ضحيت براسي باش يعيشوا بلاش، ولكن راه ما عمرني نشوفهم. شي واحد ولا شي عندهم بنادم يقولوا بنات راضيه ولا ماشي بناش صافي. واحد العقوبه عندك دوزتي فيها 5 سنين، انه شي واحد اديتيف ما كان حساس في الجسم ديالي. عليا شد عليا وبغى يديني، بغى يديني تكرفص عليا وضربته بمقص الحجر، حيت عدى عليا وما لقايش دافعش على راسي. ضرب مشى هو يا هذا، داروا لي عام وسدي، ما انا ضربت فيها 5 سنين صافي. مشاهدينا الكرام، جديد في الموضوع، غادي نسولها شنو هو اللي غيغير ليها، ما هو احسن، هو السيد الله يوليه برحمه الله اللي تزوجت به وغير ليها ما هو احسن ومات وباقي عزيز عليها الدابة. هذاك هو الزواج الشرعي. هذاك السيد نقدني، هذاك السيد فاش تلاقيتي به الله يرحمه؟ تلاقيش معاه حيت انا كنعمر دربهم بزاف. تلاقيش معاه اصلا بالولا في كوميسيريا، تلاقيش معاه في الكوميسيريا. دبر على مونشيف غنمشي للحبس. تعامل معايا واحد المعامله لاول مره، ربما غيتعامل معايا شي واحد بهذيك المعامله. من كترش انا حقدت على بنادم ما كيقدرش يوقف معايا ولا كيهضر معايا ولا يقول لي نصاحب معاك ولا. هذاك الدري ربما هو الاول اللي تعامل معايا معامله ديال ولاد الناس، تبعني وخد لي الكار وتبعني للمحكمه وفهمتي تتحكم، شو بقى كيعيط ليا وبقى كيتعامل معايا وبقى يا اخر شده عندك. لا عاودت شديت ثاني، فاش خرجت عاود شديت. اش درتي؟ ديت لواحد خاينه خدام خدمه ما خاصنيش نقولها، ديت حتى هو تعدى عليا، زيت ليه المينوط والتليفون ديالو. شحال دوزتي فيه؟ دوزت فيها 3 سنين. من موراها تزوجتي؟ من وراها تزوجت.
تزوجش وضرب معايا مسكين جوج مناتيف وهو ما داير معاه ما داير فيهم والو. ديك الساعه باقي ما كاتبش معايا انا كنت كنخرج باقي كنجريس. علاش دوز معاك الحبس هو؟ دابا انا ملي كنجيب شي واحد كنبغي ندي ليه ديال وكنضارب معاه كيخرج هو كيفكني فهمتش كيفك بحال كيكالي عليا. لكن الا كان اختي راضي دار فيك الخير علاش هو ما يقطعش لك هو هادشي ديال دابا انا اللي هذيك الساعه باقي ما كاتب معايا ما والو. كنتي حاكمه؟ لا ماشي هو حاكمني دابا باقي مش كاتب معايا ما والو. انا قلت هذا راه بحالهم بحال الاخرين واخا عامل معايا وخادي يعني راه ما عمرو غنكون لي انا مرو كيعرفني اش كندير واش فهمتي يعني انا كنخرج ندبر على راسي خاصني نلبس خاصني ناكل خاصني هادي خاصني هادي فهمتي يعني صافي ملي شو هذاك السيد مشى معايا بجوج مناتيف ما داير لا بيديه لا برجلي وكنبرقو كيضرب 6 شهور وضرب 6 شهور صافي. الخرجه الاولى قال لي شوف بنت الناس قال لي بغيتي تاكلي داكشي اللي قسم الله معايا اللي شتو تاكلي وتجمعي راسك وتحيدي من هادشي ما بغيتيش يسري الله يسهل عليك. ملي عرفت راسي انا بصح هذاك السيد راه باغي لي صافي ما بقيتش كنخرج ندير حتى شي حاجه صافي تجوجت بهذاك السيد. شحال دوزتي معاه؟ 5 سنين ديال الزواج. وكيفاش تمات مسكين؟ مات بوشالي عرق في الراس جاشو لي موغاجي تبوش علي عرق في الراس برك 5 ايام في السبيطار وماش. ما عمرك دويتي لعندوك البنيات كيفاش يعاونك تشوف؟ لا ما عمرني لا ما عمرني هو لكن هو عارف عندك البنيات. عارف هو كلشي انا ما خازنا عليه والو عارف كلشي امشي هو وشو هو قال لي شوفي كان موعدني قال لي انا غنجيبهم ونديرهم بناتي ولكن ربي ما بغاش اصلا ربي كاع ما بغى لي نشوفه بخويا تشوف. قلتي لي قبل من التصوير باش نكونوا واضحين قلتي لي الامنيه ديالي نشوف الامنيه ديالي نشوف بناتي اخويا ونجمع مع بناتي راه الوقت والزمان هادي راه ما عرفتش اش طرا لي. علاش ما حاولتيش تمشي عند الام وتبوسي لها رجليها؟ والو والو الا مشيت غتخرج بليا والا مشيت غيصيفطوني للحبس انا اللهم لا تكرفص انا وقاد عليه وما يتكرفصوش. شوف كيفاش غتشوفي بناتك ويصيفطوك للحبس كيفاش؟ دايره شي زعما معمرني انا خويا با ما كتعرفوش اخويا وزبقني. لكن دابا داكشي راه داز مده باك راه كبر. ما تعرفونيش والو 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 حتى شي واحد مرحمني. واش عمرك حاولتي؟ مشيت اخويا وحاولت والو والو. قولي لي هاد المحاولة اللي درتي كي دايرين؟ خويا مشيت واحد البرا بالعيد مشيت هو يشوفني خويا الصغير خويا قال لي شوفي خشي قال لي غدا تخرجي على دوك الدريات ولا شافك برا غادي يخرجهم بلك سيري اخشي. شحال عندهم من عام دابا؟ دابا عندهم 18 عام. شوي بياش واش كيديروا؟ كيقراو. انا ما عارفه مشا فاش كيقراو اخويا انا ما عارفاش بناتي باش كيقراو. المهم عارفهم كيقراو ولكن اش من مستوى كيقراو فيه راه ما عارفه. عمرهم ما حاولوا يتواصلوا معاك ولا يدووا معاك؟ لا والو والو. ملي عطيتيهم للام ديالك وباك شحال كان عندك من عام؟ شحال عندهم من عام هما ديك الساعه؟ عندهم تقريبا نقول شي عام. عام حابس دابا عندك انت عندك دابا عندك حوالي 44 عام. ما عرفتش زايده في 80. قولي لي النداء ديالك اللي يا ربي كيقول لك اللي غلب يعف وانا غادي نختم في الاخير امنيه هما البنات تشوف. بغيت بناتي اخو بغيت بناتي والحاله راه كلشي بنادم اخويا عار الحمد لله دايره واحد المحيل وكتكت خويا راه ما دايره ولكن ما عنديش ديك السلعه الكافيه باش غنخدم. كنمشي كنضرب تماره باش يلاه داكشي اللي صورته كنجيبو خلشة ديال الدقيق والروز السنيده وهادي ما كيبان لي لا فضل لا راس المال لا والو. شحال دابا هادي باش صافي تبتي انت من الاجرام؟ شحال هادي اخويا تقريبا شحال من عام؟ عرفت شي 8 سنين ولا 9 سنين عمرني ما بقيت درت شي حاجه عمرني انا دابا ما نقدرش نشوف صافيت كتشدني الخلعه صافي ما بقيتش اخويا الله يجعل البركه. شوف اخويا انا واخا توصل في ما عرفت فين راه معمر ديك الطريق اخويا نشده راه ما حيت ملي ما متش في هذيك الطريق راه ما عمرني نموت اخويا راه ربي باقي كيبغيني حيت انا اصلا ربي عارفني انا راه دي ضحيه ديال بعد راه ماشي الخاطر بنادم كيحكم عليا كيقول لك جبكاله انا راه مش بكالاش انا اخويا يوسف مش بكالاش انا من جائله انا كون كمل عليا الله وما مشيتش للحبس وما ظلمونيش بزاف ديال الناس ما قلت لك هذا بزاف ظالم لي كون انا فشي بلاصه زوينه وكون انا بخير كون اصلا كاع ما متكرفصه التكرفيصه اللي انا مكرفصه دابا ولكن بنادم كيحكم على راديه غير في وجهه حكموا على راديه ورا وجهه واللي بغى يشوف راديه يجي يشوفها حقيقي يجي ويشوفها. الرسالة ديالك على البنيات. بناتي انا بغيتك تدوي معاهم هما. انا بغيت بنياتي.
انا والله اطيب ما خلق الله، ولكن انا راه باش نعيش خاصني نكون قبيحة باش نعيش في هاد المجتمع، حيت لما كنتش قبيحة غياكلوني. انا راه ما فرطتش فيكم، انا ضحيت براسي باش تعيشوا نتوما بخير. هذه الكلمة اللي بغيت نقول لكم، وانا راه كنموت عليكم بزاف ومازال غنزيد نضحي. تربي يدير لي تاويل ديال الخير. راضية، أنا غادي نقول لك الله يسترك في الدنيا، هادشي اللي كاين، وغادي نشوفوا هاد المهمة صعبة. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القصة ديال راضية من الأول ديالو وهي كتبكي، لأنه الموضوع ليس بالأمر الهين. مشاهدينا الكرام، أصعب تحدي أنا الأول شخصيا غنور منه، ويا ربي هاد البنتات يكونوا مع هاد الأم. إلا حللنا في الموضوع غادي نشوفوا أخذت البراءة، وهذا تاريخ هذا تاريخ كيشد على نفسه. هي ضحية اش؟ اعتقال، إدانة مبدئية أو اتهام إذا صح التعبير، ما كاينش إدانة، خدات اتهام ومن بعد كتلقى السيدة اللي هي دارت الجرم خدات، ولكن ديك 5 سنوات ضاعت. هنا السؤال، هذا الشيء كاع اللي عطاتنا بعض الأمور فيها نقاش، ماشي مبرر بطبيعة الحال، ولكن إلا دققنا وحللنا في الموضوع غادي نشوفوا ال5 سنوات الاولى ديال السجن، وهي كانت في الرياضه في مسار اخر، من بعد كما قالت كتلقى الحياه ديالها هو السجن، خرجات باقي عندها الامل في الله وفي الوالدين. العقليات شيئا ما، الناس القدام لهم راي اخر، مساله دوزتي الحبس تعتبر عندهم من الطابوات المال ديالك الشارع، من ثم خرجت للعالم ديال الاجرام، ظلمات ناس، تعدت على ناس، كان عندها السجن. اعتقد الرقم الاجمالي في الموضوع اللي دوزت هو 18 سنه كل حبس، وفي الاخير ما لقاتش الرأفه من الوالدين ومن الاخوه. مشاهدينا الكرام، راضيه الملقبه بطيزن، اللي شافها كيخاف منه، وهي من اطيب خلق الله. احنا لا يهمنا الوسط المشكل، لانه فات وخدات العقوبه ديالها، ولكن علاش ما تكون صله الرحم هاد البنيات؟ ارجوكم، انا كنوجه للمغاربه في المغرب وخارج المغرب والجمعيات الحقوقيه اللي شافوا هذا الفيديو، وغنوضع رقم الهاتف ديالها. يا ربي كل شيء تواصل معاه ونساهموا كلنا من اجل صله الرحم هاد البنيتات، يشوفوا الام ديالهم ما نواخدوهاش كيما، لان واخده القانون واخده الحق بطبيعه الحال، انه خدات العقوبه السجنيه في مده، ولكن القاعده ديال الخطأ ما ارتكبتوش هي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هاد البنيتات، هاد الأم كان عندها نوبل كبير، سمعتوا باش ختمات في الأخر، قالت أنا من أطيب خلق الله، شوفوني في الداخل وشوفوني في اللور ديالي كيدير، ما تشوفونيش في المظهر ولا ما يشاع وما يتم تدور فيه، وبعض الأمور اللي هي أخطاء تسجلت في التاريخ. يا ربي أننا نشوفوا شي حل نوصلوا لهاد البنيات. مشاهدينا الكرام، سوف أحاول ما استطعت أننا راضية تشوف البنيات ديالها. يا ربي تقبلونا هاد البنيات وتقبلوا هاد الأم، وتكون واحد صلة الرحم اللي غادي نكون رضيت الضمير ديالنا الأول، إلا بطبيعة الحال بغاو. يا ربي كذلك النداء كنوجهو للوالدين، الدنيا فايتة، أرجوكم أنكم تصلحوا شي أشياء اللي فيها نسبة الخطأ، ما عندها تذنب، تسدوا عليها كاع البيبان. 5 سنوات كتلقى المال ديالها هو الشارع، الشارع اش فيه؟ الأمور واضحة، بقى عندها الحقد، بقى عندها الضغينة، ما كانت الاهتمام بها، لأنه تولي في المجتمع وكيفاش نهيكلو داك النقص ولا داك الضرر اللي كان عندها كبير، ودخلت هي للمجتمع وتكمل المسار ديالها. من تما انطلقنا في الولادة، جوج بنيتات، وهنا السؤال لموضوع السؤال اللي هو مهم كذلك غنرجع ليه، هذوك البنيات تعرفي باهم؟ ها كاين هنايا؟ لا ما كاينش دابا. فين في العلاقه بيه كي دايره دابا؟ ما بقايش، وقالوا لي في الحبس عنده 30 عام، يعني حتى هو كان مذنب في شي امور اخرى. حتى هو مذنب. مشاهدينا الكرام، حتى لا اطيل عليكم، نحن على تتبع الملف ديال الراديو، والله العظيم الى صراحه تصدمنا وانبهرت، لان واحد الحقائق ما قالتهمش ليا في الاول. ناقشت معها الفيديو اللي كتسكن في واحد الكهف في النواحي ديال تقريبا بقى في الدابه حدا عين الشوق، ياك شنو سميتو؟ القاضي بن دريس، دار القاضي بن دريس، هذيك البلاصه اللي هي مهجوره،
وكان عندها زوج توفى، ولكن المآل ديالها الآن هو هذاك الباقي كتسكن فيه، ولكن الوضع ديالها ليس على أمره، ما عند الله عز وجل ما كاينش اللي كيعقل عليها. دارت واحد المحيل اللي دارتو لك هي المبادرة. اه المبادرة، المبادرة داروا لها واحد المحيل ديال الخبز، ما عندهاش إمكانيات. خويا ما قديتش، ما قديتش، ما قديتش عليه، ما قديتش، ما عنديش إمكانيات باش غنوقف هذاك الحانوت. شحال كتبيع ديال الخبز تما؟ كنبيع 100 درهم، 100 خبزة، 100 خبزة نجيب بها البوطة ولا غنخلص بها اللي كيطيب ليا ولا غنخلص بها الكرع، ما عنديش اخويا. النداء كذلك للوالدين، ساعدونا باننا نصلحوا هادشي. ما بغا والو، بغا شمارة اخويا. انا يعاونني لنا بنادم على شمارة، ما بغيت شي حاجة اخويا حرام. انا ما بغيتش، انا ما بغيتش، بغيت انا عندي صح شي، باغي نخدم، باغي نضرب شمارة، ما بقيتش باغا حتى شي حاجة حرام. والبنيات؟ اه وبنات هذوك راه اول حاجة في هذا الموضوع كامل هما بنياتي، ونضرب عليهم شمارة اخوي، وانا قاد نضرب شمارة، انا قاد نضرب اخوي شمارة. مشاهدينا الكرام، غادي نعاود ان شاء الله، غادي نبداو في خطوات اولى اننا نشوف واش غادي نتوفقوا في هذه المهمه، ودعيوا معنا يا ربي انه تكون واحد صله الرحم وتكون القابليه عن الطرف الثاني اللي هما الوالدين، وهاد البنيتات يشوفوا الام ديالهم. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف اوفقكم دائما بالجديد في الموضوع. مشاهدينا الكرام، هذه قصه للعبره، ما قد مش قد مش كنحاول انني نسالي وما تقدرش نسالي، لانه ضحيه اش قرار في الاخير دوزت فيه 5 سنوات تغيرت لها الامور، ما هو اسوأ. نعم ليس مبررا ان تسلك سلوك مشين وتمشي للاجرام، ولكن شكون اللي يقدر يحتضنها في هذيك الظرفيه؟ هذا هو السؤال. لقيت المآل ديالها هو الشارع. حتى لا اطيل عليكم، انبهرت في هذا الملف. مشاهدينا الكرام، كل من ساعد الاخت اجره محسوم عند الله، ماديا معنويا، وكذلك الوصول للهدف الاسمى في الموضوع هو صله رحم مع البنيات ومع الوالدين. يا ربي كل من اخطأ في هذا الملف يديرها مغفرة ربي ويدير صلة الرحم. تعليق المواطن، شكرا لكم.